أهلا بكم من جديد. ثلاث مباريات في كأس ولي العهد السعودي لعبت اليوم. التعاون الذي استضاف النصر خسر أمامه بهدفين لأربعة، وفي مكة المكرمة الأهلي تجاوز الشعلة برباعية مقابل هدف وحيد. في الرياض الشباب ودع المسابقة من أول أبوابها بعد خسارته أمام الرائد بهدفين لثلاثة. في الرياض غادر الشباب إذن كأس ولي العهد بعد وقت إضافي بين الفريقين إثر التعادل في الأشواط الأصلية بهدفين لمثلها. نبيل القابسي يفصل. الفريقين في تقديم مباراة لقاء الشباب والرائد جمع فريقين كان يحملان آمال التألق في مسابقة الكأس بين التونسي عمار سويح والبلجيكي برودوم. المباراة كانت فرصة للمدربين، برودوم لتكرار انتصارات الدوري وسويح للتعويض. لم تمر سوى ثلاث دقائق حتى تمكن الرائد من افتتاح النتيجة بواسطة الكونغولي ديبا ألونغا. ديبا واصل إصراره لتحقيق الهدف الثاني لكنه كان موجودا في موقع تسلل، ولكن في رأيه تسلل على الشباب في الهجوم، والمدافع عبد السلام عامر ينقذ الموقف لفريقه. عبد السلام عامر يلعبها بالأمان إلى خارج أرضية الملعب. ناصر الشمراني وأولى الفرص للشباب لكن دون جدوى. في الشوط الثاني دخل الفريق الشبابي بكل عزم لتعديل النتيجة. سيباستيان تيغالي يحاول ويقترب من الهدف. أوهو في الشباك الجانبية. حسن معاذ يطلق صاروخية. الحظ كان إلى جانب الرائد بعد ارتطام الكرة بالعارضة. استداد غير. برودوم يأمر لاعبيه بعدم إذاعة الوقت. عبد السلام شريف يقوم بكل شيء، يراوغ المدافعين ويسكن الكرة شباك الحارس حسين الشيعان. ابتسامة الغضب من الفني البلجيكي. لم تمضي سوى خمس دقائق على هدف عبد السلام شريف حتى سجل ناصر الشمراني الهدف الأول لفريقه في المباراة. حسن معاذ يسدد من بعيد لكنه يجد الحارس الخوجلي. حارس الرائد عجز عن التصدي لركلة مباشرة للشباب، يتكفل البرازيلي كاماتشو بتنفيذها ويسكنها الشباك. هدف التعادل أفرح كثيرا جماهير الشباب. التشويق استمر في الوقت الإضافي. تميم الدوسري يفعل ما يشاء بدفاع الرائد، الحارس الخوجلي ينقذ الموقف. يا الله ديبا يمهد والكرة كادت أن تزور شباك الشباب للمرة الثالثة. ديبا أصر على تسجيل هدف ثالث لفريقه وينجح في ذلك دقيقة واحدة بعد بداية الوقت الإضافي الثاني. فرحة كبيرة للاعبي الرائد بانتصار بثلاثية ودعوة لتعديل الأوتار الشبابية. نبيل جيبسي، العربية. خسارة كبيرة إذن لفريق الشباب حامل لقب الدوري السعودي يغادر من الباب الأول في هذه البطولة كأس ولي العهد. لا شك بأنها هزت أركان النادي العاصمي الكبير. عن ذلك يلتحق بنا الآن من الرياض عبر الهاتف كابتن وليد عبد الله حارس مرمى فريق الشباب وأحد أركانها المهمة. كابتن وليد أهلا بك، ما الذي حدث؟ رغم أنك لم تشارك لكن أنت في معسكر الفريق، ما الذي حدث؟ مرحبا بك أبو بكال، أحب أسلم عليك وعلى المشاهدين. أهلا وسهلا. ما صار شيء والله، تعرف مباراة كرة قدم خروج المغلوب، لكن الحمد لله كل شيء راح يعني أمام شيء ما فيه نصيب، لكن إن شاء الله بإذن الله يعني شكل خوين اللعيبة وأحب يعني نيابة عنهم عن المجهود اللي هم قدموه اليوم. إن شاء الله بإذن الله نكون زي أحسن، عندنا بطولتين مهمة إن شاء الله، باقي ما راح شيء وإن شاء الله. ما قلت لنا يا وليد، ما قلت لنا سبب فني، كله تقول ما صار شيء ما صار شيء، محزومين بثلاثة شو ما صار شيء.
لا يا اخوي بالتالي اوكي احنا عارفين احنا مهزمين ثلاثة. طيب الاول يعني خلاص انهزمنا ثلاثة يعني حط يدينا على خدنا. لا مو كذا وليد 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 يعني انتم الحين تقول ما صار شيء مهزومين ثلاثة وطالعين من الكاس وتقول ما صار شيء، يعني متى بتحس انه في شيء صار؟ طيب اخوي بالتالي انا ايش قلت لك من البداية؟ قلت لك يعني اول شيء اعتذر من جمهور الشباب، اعتذر من لسه طالع يعني على الخروج يعني مخيب اللي صار اليوم، لكن ان شاء الله باذن الله يكون يعني انا اخوي بالتالي عندنا عندنا الدوري عندنا كاس اسيا الحين جاي باذن الله ان شاء الله راح نعوض الجمهور الشبابي والاداره الشبابيه. طيب كلمني عن المباراه فنيا، ايش في الشباب مش في مستواه؟ والله شوف يمكن يمكن الشوط الاول ما ظهر من المستوى يعني المعهود اللي كان يظهر فيه الشباب، لكن الشوط الثاني يعني سمعنا كلام المدرب لفينا الاخطاء ان شاء الله يعني اكيد اي مباراه لا فيها اخطاء حتى لو انت تلاحظ يعني كلهم هدفين اللي جانا في الشوط الاول والشوط الثاني يعني كلها اخطاء هذا جزء من كره القدم، لكن ان شاء الله باذن الله يكون الجاي احسن باذن الله. نعم طيب بعد المباراه وليد كان في حديث من لعيبه الشباب في المعسكر او في الطريق الى النادي انه الحارس البديل اللي كان مكانك اليوم شيعان هو السبب في الخساره بالاهداف التي السهله اللي ولجت مرمى. والله شوف يمكن حسين شعان ما حد يقدر يلوم حسين شعان، حسين شعان يعني يعني حارس لا مستقبل ان شاء الله قادم، يعني يمكن لعب اول مباراه لها في الدوري ما نقدر نحكم على شعان نحمل شعان كل شيء، لكن بالعكس شعان يعني جت فترات المباراه كان صد كم كوره ويمكن لو يعني ما يتحمل حسين شعان يتحملها الكل. يعني انت لو كنت مكان حسين شعان في الهدف الثالث ما كنت تطلع المفروض؟ والله شوف اخوي بالتالي انا قلت لك يمكن من البدايه كره القدم جزء ان فيها اغلاط والاهداف اغلاط، اوكي يمكن انا شط الاول اوكي انا ما احمل احد يعني في خسارتنا ولا احمل احد فرجنا، انا ارجو من جمهور الشباب ارجو من اداره الشباب انه ما يحمل حسين شعان كل شيء، حسين شعان ان شاء الله لا مستقبل قادم باذن الله يكون حتى لو في اغلاط ان شاء الله في المستقبل راح يصححها ان شاء الله. وليد استلمت مقدم عقدك المتاخر؟ اي الحمد لله. طيب المشاكل الماديه حلتها لكم اداره النادي امس؟ اي الحمد لله كل شيء كل المشاكل الماديه يمكن في ناس يا اخوي بالتالي يتكلمون انه في مشاكل اي في نادي الشباب في مشاكل بالعكس يعني ما في مشاكل و طيب اذا الاداره وفرت لكم كل هالاشياء يعني في بدايه الموسم لما كان الشباب يخسر في الدوري كانوا الناس يقولون لانه عندهم متاخرات ومن حقهم بس بعد مباراة الفيصلي حلت كل مشاكلكم وانت تقول الان تاكد طب وين المشكله اجل؟ اقول انا اكد لك انه الحمد لله ما في مشاكل في النادي ما في اي شيء في النادي قلت لك يمكن اليوم في مباراه اليوم الشباب مو مستوى جت لنا فرصه ما استغليناها لكن انا ارجو من يعني لعيبه الشباب اولهم انا وليد عبد الله الكل يعني الفتره هذه يعني لازم نوقف مع بعض لازم يعني نضغط على نفسنا في التمارين اكثر باذن الله يكون الجاي احسن عندنا بالتالي عندنا كاس اسيا عندنا الدوري وعندنا كاس الملك ان شاء الله. نعم شكرا جزيلا وليد عبد الله الحارس الدولي للمنتخب السعودي ونادي الشباب محاولا تبرير خساره فريق الشباب القاسيه ربما هذا المساء وخروجه من كاس ولي العهد. من الرياض ايضا يلتحق بنا الان من استديوهاتنا من هناك الان كابتن تركي العواد لاعب كره القدم السابق استاذ الاعلام الحالي. اهلا بك كابتن. اريد ان اسال خليني دائما اقول لك كابتن ما اقول لك دكتور لان في الاطار الرياضي احسن شويه يعني مع حفظ الـ يعني كل شيء. كابتن يعني شلون شفت الخساره اليوم الشباب وفوز الرائد حتى ما نقلل ايضا من فوز الرائد هو لا شك بانه من مفاجات الكاس خاصه المباراه في الرياض. والله يعني بالتالي انا من, من من امس يعني كان في 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 توقع انه الرائد يسوي شيء يعني ما كان فيه ما كانت مفاجاه حقيقيه بالنسبه لي على على المستوى الشخصي على اي حال. فالمباراه بكل بساطه انه فريق الشباب من بدايه الموسم لديه مشكله دفاعيه واضحه ومع هذا الى الان المدرب ما هو بقادر يعني يحل هذه المشكله، المشكله الاكبر انه الفريق شباب فريق هجومي وفريق يعني يهاجم بسبعه لاعبين، تصور يعني
ظهيرين الجنب يهاجمون، أحمد عطيف اللي هو محور ارتكاز مع عمر الغامدي يهاجم، الوسط الأيمن والأيسر كماتشو والدوسري وسبستيان وناصر الشمراني، سبع لاعبين يهاجمون، في المقابل عنده فقط ثلاثة لاعبين مهامهم دفاعية اللي هم نايف القاضي وسياف وعمر الغامدي. يعني المشكلة الكبيرة لما يكون عندك ضعف في قلبي الدفاع أو في الحراسة أو في الدفاع بشكل عام، المفروض بقية اللاعبين يساعدون الفريق دفاعيا. يعني أنا أشوف حتى أحمد عطيف اليوم دور الدفاعي جدا ضعيف، حتى عندما خرج عمر الغامدي وبقي أحمد عطيف لوحده كان دور الدفاعي أنا أعتقد أنه ضعيف. فما زال إلى الآن المشكلة الحقيقية في نادي الشباب هي في الدفاع، مش بس في خط الدفاع، في تقريبا الفريق كامل. طيب على المدرب نفسه موجود تركي، موجود الإدارة نفسها، موجودة نفس اللاعبين اللي حققوا بأرقام قياسية الدوري، الشباب عنده مشكلة، واضح إن عنده مشكلة ليست فنية، إيش رأيك؟ دكتور تسمعني؟ طيب. ما سمعت بتال. طيب راح ارجع لك انا، راح ارجع لك، بس خلينا نشوف مباراة مكة المكرمة فيها ضرب الاهلي بقوة في مرمى الشعلة واحبط اي بوادر للمفاجأة. مرتضى العلوي يفصل. الاهلي سعى لتعويض تأخره في سلم ترتيب الدوري وإسعاد جماهيره التي احتشدت في استاد مدينة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة بالمنافسة على كأس غائبة منذ 2007. سبع دقائق كانت كافية لخط الهجوم الأهلاوي للوصول للمرمى عن طريق عماد الحوسني ليسجل هدفا رفضت تسجيله راية الحكم المساعد بداعي تسلل. دقيقة واحدة أخرى، المهاجم الآخر فيكتور سيموس يستغل غفلة مدافعي الشعلة ليعلن تسجيل الهدف الأول الأهلي. محاولات أهلاوية متكررة قبل أن يعود فيكتور سيموس ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 22 وذلك من تمريرة بصاص. مطالبات من لاعبي الشعلة باحتساب ركلة جزاء بيد أن الحوسني عماد كان الأقرب للحصول عليها في الدقيقة 40، تقدم لها تيسير الجاسم وخانته الكرة إلى خارج المرمى. وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقة تمكن تيسير الجاسم من تعويض ركلة الجزاء المهدرة بهدف ثالث للأهلي. سيطرة أصحاب القمصان البيضاء استمرت وأثمرت عن هدف رابع بإمضاء الحوسني في الدقيقة 58. الشعلة غادر المباراة بلمسة وحيدة عبر لاعبه عبد الرحمن العجلان في الدقيقة 70 وذلك بهدف لم يمنع الوداع للمسابقة، ليتأهل الأهلي إلى ربع النهائي حيث يقابل النصر السبت المقبل. مرتضى العلوي، العربية. إذن الفريق الشعلة ثاني فريق يغادر هذه البطولة، أو أول فريق لأن المباراة انتهت قبل مباراة الشباب، يغادر بعد الشباب إلى تركي العواد من جديد. كابتن الأهلي اليوم يعني استغل ضعف إمكانيات وقدرات الفريق المقابل، ولا الأهلي رجع؟ هي الجانبين. أنا أعتقد أنه استغل النقطة الأساسية وهي عدم وجود طموح للشعلة في هذه البطولة، وأن الشعلة يعني ينتظر مباريات كثيرة ليبقى في الممتاز، وهذا هو الهدف الأساسي لمحمد صلاح مدرب الفريق. لذلك يعني فريق الشعلة لعب بمنطقية، يخسر هذه المباراة ويعود للدوري من جديد عند مباراة مهمة مع الفتح. أنا أعتقد أنه فريق الشعلة سيكسب كثيرا من هذه الخسارة، فيما لو أنه استنفذ يعني قدراته ولعب مباراة كبيرة وخسر ب3-2 أو 2-1، ولكن أنا أعتقد أنه الشعلة لعب بمنطقية. أيضا في المقابل الأهلي كان يهدف لإرسال رسالة قوية أنه فريق عائد وأن هذه البطولة ستكون يعني في أجندته وأنه سيحاول تعويض خسائرة في الدوري وتقريبا فقدانه لأمل المنافسة على الدوري، فكان واضح من قبل المباراة أنه هذا السيناريو متوقع، ما كان فيه كثير من المفاجآت. كابتن، واضح أنه هذه البطولة من خلال أداء الأهلي اليوم، واضح أن البطولة هذه هدف حقيقي للأهلي؟ بكل تأكيد. يعني الأهلي خسر الدوري، والعام الماضي خسر الدوري في آخر مباراة، السنة هذه وضعه في الدوري غير جيد، يعني لم يتبقى له سوى هذه البطولة وكأس خادم الحرمين وما زال الكلام عليها مبكر، لكن هذه البطولة
بالنسبة للفرق اللي خسرت المنافسة على الدوري هي فرصة لمصالحة الجماهير والخروج من دوامة الخسائر والمشاكل الفنية الموجودة. استغلها الأهلي بشكل جيد. فيكتور سيموس كان في أحسن حالاته اليوم مركز. عماد الحوسني يعني وتيسير ويعني بقية اللاعبين كانوا في أفضل حالاتهم وفعلا كانوا في الموعد لحسم البطاقة. أمامهم أيضا مباراة يوم السبت مع النصر، مباراة مهمة هي من تحدد هل الأهلي سيواصل أو أنه الأهلي سيكتفي بدور الثمانية. جميل. تخلى الأهلي عن السلبيات اللي كانت موجودة في الفريق منذ نهائي كأس آسيا. أتكلم عن انحدار شديد في مستوى أغلب النجوم، أتكلم عن أخطاء دفاعية واضحة، تباعد في خطوط الفريق منذ النهائي الشهير. والله من الصعب طبعا أن نحكم في مباراة مثل هذه المباراة على أن الأهلي رجع بشكل جيد. نعم. يعني الأهلي رجع أيضا أمام الاتحاد وشفنا أمام الاتفاق فاز 3 مباريات متتالية، لكن الأهلي ما زال فعلا يعني ما زال إلى الآن غير مستقر من خسر من أولسان. نعم. ولكن هذه المباراة بالنسبة له بكل تأكيد دافع معنوي كبير، ولكن ليثبت أنه فريق الأهلي خرج من الأزمة. جميل. أمامه يعني فريق عنيد وهو النصر يوم السبت. جميل كابتن، ابقى معنا. نذهب إلى بريدة. في بريدة تقدم التعاون الذي كان يستضيف النصر، لكن الضيف رد بأربعة. معين السواري يفصل. في ليلة من ليالي بريدة الباردة جاء النصر للبحث عن نصر على أرض التعاون في كأس ولي العهد السعودي. حسين عبد الغني يحكي لزملائه قصة النصر. النصف الأول من الشوط الأول ليس فيه الشيء الكثير ليذكر، لكنه كان مقدمة لنصفه الثاني موعد الأهداف. الدقيقة 25 شهدت البداية. الحاجب قاش يفتتح التسجيل للتعاون. هدف أصحاب الأرض ظل وحيدا لأقل من 10 دقائق فقط. كرة ثابتة رسم لها عبد عطيف طريقها نحو المرمى، ومحمد السهلاوي يرفض عودتها عن الخط المرسوم. هدف التعادل للنصر في الدقيقة 34. دقيقتان فقط زملاء حسني عبد ربه تركوا له الكرة خوفا من تسلل، فكان القرار المناسب لتسجيل هدف التقدم الذي أنهى الشوط الأول لمصلحة الضيوف. الشوط الثاني الدقيقة 8 قرر مدافعو التعاون اللعب بالنار، والسهلاوي عاقبهم بهدف ثالث يستحق رقصة مع يوفي. عبد عطيف يسدد كرة تمر من الحارس، لكن السلطان اليامي يقوم بدوره في المرمى ويتصدى للكرة. احتجاجات عطيف لم يتقبلها الحكم. حسني عبد ربه يضيف الهدف الرابع في منتصف الشوط ليتقاسم مع السهلاوي التسجيل ويضعف من أمال التعاون الذي كما بدأ المباراة بهدف أنهاها بآخر عبر ركلة جزاء أحمد الحربي والتي قلصت الفارق فقط، لكنها لم تغير من فوز النصر بعد أن سجل 4 أهداف ما بين هدفي التعاون قادته نحو دور الثمانية. معين السواري، العربية. الرائد إذن ينتظر الاتحاد أو القادسية. النصر والأهلي ضرب موعدا يوم السبت المقبل للمواجهة. ستكون مواجهة مهمة بين الفريقين، ربما أول مواجهة بين فريقين قويين أو كبيرين جماهيريين في الدورة التالية. لتركي العواد من جديد. كابتن، مباراة النصر كنت تقول عنها يوم أمس بأنها المباراة التي تسترعي انتباه المشاهدين أو المتابعين في اليوم الأول من كأس ولي العهد، هل كانت كذلك اليوم؟ أكيد أكيد. أنا الحقيقة استمتعت في المباراة يعني إلى أن سجل الهدف الرابع تقريبا، يعني انتقلت لمباراة الشباب والرائد، لكن المباراة بشكل عام كانت رائعة وجميلة حتى من الطرفين. يمكن بس التعاون عندها الأخطاء الدفاعية وللعب مباراة يعني جميلة. يمكن بداية المباراة كانت مباراة واضحة راح تكون مباراة يعني بطيئة، ولكن أول ما سجل يعني الحاج بوغاش الهدف تغيرت المباراة بشكل كبير وأصبح النصر يلعب مباراة كبيرة. أعجبني في النصر كثير أنه النصر لم يرتبك بعد الهدف، ما تغير أسلوبه، كان هادئ، كان صبور في بناء الهجمة. وسط النصر لعب مباراة يعني كبيرة، خصوصا حسني عبد ربه، خالد الزيلعي، وأيضا عبد عطيف اللي واحد من نجوم مباراة رغم أنه ما سجل ولا هدف إلا أنه كان يستحق تسجيل هدفين على أقل تقدير. لكن المباراة بشكل عام استحوذ النصر على وسط الملعب، لعب مباراة كبيرة. فريق النصر يعني كانت المباراة بالنسبة
بالنسبة له إثبات للوجود وإثبات لأنه الفريق الآن يمشي بشكل جيد. ثقة في النفس كانت رائعة، تسجيل أهداف من يعني من بطرق مختلفة، منها كور ثابتة عن طريق العمق عن طريق الأطراف. كان فريق النصر لعب مباراة مثالية ورائعة. أنا أعتقد أنه فريق النصر الآن من المباريات الثلاث اللي شفناها هو الأفضل وهو القادر على المواصلة في هذه البطولة. جميل. كابتن، الشخصية تكونت في النصر؟ يعني أنت قلت كلام مهم الآن، أو خلينا نقول لي يلفت الانتباه، أنه قلت النصر ما اهتز رغم التأخر، مع أنه النصر كان دائما يهتز عندما يتأخر من أي فريق. بكل تأكيد بتال، يعني مدرب الفريق من جل الفريق، يعني يمكن نستثني مباراة الشباب والنصر اللي كان فيها الفريق شوي متشنج ومتوتر، لكن من بعدها المدرب ركز على نقطة مهمة جدا وهي الهدوء والصبر ويعني تنظيم الهجمة. بدأ الفريق يلعب في الوسط، وسط الملعب هو ما أظهر فريق النصر، أظهر قدرات خالد الزيلعي، عبده عطيف، وحسني عبد ربه، وحتى إبراهيم غالب، يعني لاعبي الوسط اللي كانت الكرة ما تمر من عندهم يعني لمواسم طويلة في النصر، بدأ يلعب في الوسط، يستحوذ على الكرة، بدأ يلعب بشكل أكثر هدوءا. بدأ النصر بالنسبة لي فريق ناضج وفريق يعرف كيف يلعب مباراة. أنا أعتقد أنه هذا الأسلوب وهذه الطريقة هي طريقة المدرب. جميل. أكثر منها طريقة اللاعبين، لذلك فريق النصر فعلا رسالة قوية أنه هذه البطولة قد تكون في متناول يده. كابتن، اليوم الأول انتهى، أبرز ما لفت انتباهك في اليوم الأول في الثلاث مباريات بشكل عام؟ والله يعني أبرز شيء بالنسبة لي هي يعني مجهودات عبد العطيف. أنا أعتقد أن عبد العطيف رغم أنه في ضربة جزاء كانت واضحة له وما حسبت، أيضا الفاول اللي نفذه بشكل رائع، وسوء الحظ يعني ما ساعده أنه الهدف يجي، ولكن عبد العطيف بكل تأكيد يعني تكلمت عنه يمكن العام الماضي أنه من الصفقات اللي ممكن تكون رابحة، اليوم أثبت أنه لاعب كبير. أتمنى أن يستمر على هذا المستوى لأنه يحتاج فقط لاستعادة الثقة في نفسه، فهو بالنسبة لي نجم الثلاث مباريات. شكرا كابتن، ولكن يبقى معنا بنتحول لمباريات يوم الأربعاء اليوم، حيث تجرى خمس مباريات أيضا في كأس ولي العهد السعودي. نجران يستضيف الهلال الاتحادي يلاقي القادسية، العروبة يواجه الفتح، الوحدة يلتقي الاتفاق، والفيصلي يلعب مع ضيفه هجرة. هذه المباراة بروعة. يطل التاريخ بهيبته على لقاء الهلال عندما يحل ضيفا على نجران. مهمة صاحب الرقم القياسي في تحقيق اللقب بإحدى عشرة مرة، خمس منها متتالية، تعد سهلة نسبيا، خاصة أن نجران عاجزة عن انتزاع فوزا من منافسه منذ عام 2007. وإلى اتحاد جدة الذي يغيب عن خزائنه اللقب منذ عام 2004، يستضيف القادسية على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. عيون أصحاب الأرض ترنو نحو التأهل إلى النهائي للمرة الثانية عشرة في تاريخهم، في الوقت الذي يحاول فيه صاحب المركز الثاني في دور الدرجة الأولى القادسية التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه. حصان الدور المحلي الفتح سيواجه العروبة، اللقاء هو الثالث بينهما في تاريخهما. كانت كلمة الفتح هي العليا بتسجيله فوزين في دور الدرجة الأولى، ولم يسبق لكلا الفريقين الفوز بلقب هذه البطولة. صاحب المركز الثاني عشر في دور زين الفيصلي سيلعب أمام هجر، المواجهة هي الثامنة عشرة في تاريخهما. كان التعادل سيد الموقف في سبع مناسبات، فيما فاز الفيصلي في سبع ولا ألقاب لأي منهما في هذه المسابقة. ونختم بلقاء الوحدة والاتفاق على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، الفريقان ذاقا طعم الفوز بالكأس مرة واحدة في تاريخهما. إلى تركي من جديد. كابتن، نتكلم عن حامل اللقب، الهلال يواجه نجران، الهلال أمام مهمة سهلة أم أزق؟ لا بكل تأكيد، لا أبدا، ملعب الأخدود دائما يعني مصيدة للكبار، وشفنا السنة هذه يعني نجران لعب مباريات كبيرة، من يعني فاز على الأهلي، فاز على الاتحاد، فاز على الاتفاق، لعب مباراة بطولية مع الشباب. يعني أنا أعتقد أنه ما في مباراة سهلة على ملعب الأخدود أبدا، خصوصا أنه الهلال بعد خسارته من الفتح الآن يعني لديه يعني مهمة كبيرة
يعني غسل هذه الخسارة والعودة من جديد. ونعرف الهلال يعني يمكن الميزة اللي موجودة في الهلال مش موجودة في الأندية الأخرى هي العودة بسرعة يعني نفض الغبار بأسرع وقت ممكن بعد أن يقع. أنا أعتقد أن هذه هي الميزة الموجودة عند الهلال. يبقى الهلال حظوظه أفضل بي بي بشكل أكبر من نجران، ولكن ستكون المباراة يعني صعبة، رغم أن الهلال فاز على نجران في نجران في بداية الدوري بستة أهداف، إلا أنه يمكن الأمور اختلفت. نجران الآن في وضع جيد، الهلال ما زال مهزوز، فممكن المباراة يكون فيها يعني أي جانب من المفاجآت، ولكن يبقى الهلال هو الأفضل وهو المسيطر حتى من الناحية النفسية على نجران. نعم، الاتحاد والقادسية. طبعا الاتحاد والقادسية نعرف مبارياتهم تاريخيا دائما مباريات قوية بين الفريقين، ولكن المشكلة الكبيرة رغم أن القادسية الآن في وضع جيد في الدوري الدرجة الأولى، نعم، في المركز الثاني ويقدم مباريات جدا جيدة، ولكن فرق الدرجة الأولى عندها مشكلة كبيرة وأزلية أنه ما عندهم لاعبين أجانب يلعب مع فريق في أفضل حالاته. الاتحاد الآن يعني هذه البطولة زي الأهلي هي صحيح. البطولة اللي يمكن أن يقتنصها ويخرج من الموسم بنجاح، لذلك أعتقد أن الاتحاد يعني يلقي بكل ثقله للفوز بهذه المباراة. جميل. فرصة كبيرة طبعا للفوز على القادسية. جميل. كابتن، الاتفاق والوحدة مباراة ستقام في العصر بالمناسبة أو قبيل المغرب. هي طبعا نعرف أنه الوحدة أخرج الاتفاق قبل سنتين واستطاع، نعم، من خلالها يعني الوصول للنهائي. الاتفاق العام الماضي هو وصيف البطولة، لذلك المباراة ممكن يكون فيها الكثير اللي نتكلم عنه، خصوصا أن مباراتهم في الدوري انتهت بالتعادل بين الفريقين. جميل. في الدور الأول على ملعب الاتفاق، ولكن يبقى الاتفاق أفضل فنيا، وضعه أفضل للفوز بالمباراة، ولكن الوحدة يعني قد يكون باقي له يعني من البقايا تاريخه اللي لعب فيه قبل سنتين على النهائي، ممكن، نعم، يقدم مباراة جيدة. نعم. العروبة والفتح، كابتن، فريق من الدرجة الأولى من أقاصي الشمال في السعودية أمام متصدر دوري الممتاز السعودي. طبعا الفتح الآن في أفضل حالاته، فوز على الهلال المباراة الماضية يعني أثبتت أنه فريق كبير، وأنه يعني لم يأتي هذا الموسم إلا للفوز بالبطولات. هذه البطولة ممكن تكون واحدة من البطولات اللي ممكن ينافس عليها، فرصته كبيرة طبعا للفوز على العروبة. العروبة أيضا يندرج على اللي يندرج على القادسية، ما عنده لاعبين أجانب. الميزة الكبيرة في العروبة أنه قاعد يحقق نتائج جدا ممتازة. جميل. في دوري ركاء المركز الثالث وضع جيد، ولكن بكل تأكيد عدم وجود لاعبين أجانب، نعم، يعطي الفرصة للفتح، خصوصا أنه يلعب على أرضه وبين جمهوره. شكرا جزيلا دكتور تركي العواد، أستاذ الإعلام الحالي لاعب كرة القدم السابق، شكرا جزيلا على هذا التحليل الفني. وقفة أخيرة نتابعه بعدها في المرمى وفيه. أين سيلعب العروبة في ربع نهائي كأس ولي العهد؟ تحقيق ميداني.